الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم حتى الإنسان ما في يعلم. سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلال من العقول وفساد من الأخلاق وانحراف من القيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه هداة البشرية وأساتذة الأمم وقادتها وبناة التاريخ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع الميمون الذي يحضره هذا اللفيف المبارك من رجال العلم ورجال الفكر ليتدارسوا في هذا الصرح العلمي في هذه المؤسسة الطيبة المباركة أهم ما يشغل بال المصلحين، وهو العلوم الشرعية وتحديات الواقع وآفاق المستقبل. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الناس لأهوائهم، بل أخذ بأيديهم إلى الحق، أرسل إليهم رسله وأنزل إليهم كتبه، ولما أراد أن يتم نعمته عليهم بعث فيهم عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم الذي جمع شتات هذه الإنسانية بعد تفرقها ووحد كلمتها وقادها إلى الله سبحانه وتعالى بعدما ندت وشدت، فكانت بحمد الله سبحانه وتعالى مستجيبة لهذا الداعي الحق ومتبعة لهذا المنهج السديد الذي جمع بين صلاح الدنيا وسعادة العقبى. وإذا كانت العلوم الشرعية هي أهم العلوم بسبب أنها تصل الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وتربط بين الفرد والأسرة وبين الفرد والمجتمع وبين الفرد والأمة وبين الفرد والإنسانية بأسرها، فإن علينا أن ننظر بين الحاضر والماضي وننظر إلى الفارق ما بينهما. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون مع التعليم تزكية، تزكية لهذه النفوس، فقد امتن الله سبحانه وتعالى بالتزكية قبل أن يمتن على البشر بالتعليم في ثلاث آيات من كتابه الكريم، فهو القائل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهو القائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو القائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلينا أن ننظر في واقع الأمة اليوم، هل هذه التزكية موجودة أو أنها مفقودة؟ نعم، هذه التزكية لم تصبح كما كانت من قبل. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على التربية، كان مربياً لأصحابه رضي الله عنهم، فلذلك كان يعلمهم 10 آيات من القرآن الكريم لا يغادرونها إلى غيرها إلا بعد أن يتقنوا ما فيها من العلم والعمل. فكان التطبيق بجانب التنظير، ولم يكن التعليم تنظيراً فحسب. فهل واقع اليوم كما كان بالأمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح؟ نحن إذا عدنا إلى ما نشاهده من واقع هذه الأمة وجدنا ما يدعو إلى الأسى والأسف والعياذ بالله. وجدنا كثيراً من الأمور التي أبعدت هذه الأمة عما كان عليه سلفها. إن الله سبحانه وتعالى وصف محمداً صلى الله عليه وسلم والذين معه بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآن انقلب الناس بعكس ذلك، فهم أشداء فيما بينهم رحماء بالكفار، ولم يكونوا رحماء فحسب، بل بجانب ذلك هم مستخذون أذلة لمن يريد بهم الشر ويريد بهم الهوان ويريد أن يرنيهم إلى الحضيض الأسفل. هم مستكينون له ومنقادون له، بينما العداوة سافرة فيما بين الإخوة أنفسهم. فأين هذه التزكية؟ لو كانت هنالك تزكية في التربية منذ المراحل الأولى إلى المراحل العليا لما كان واقع الأمة كذلك. فمن هنا كان على الأمة أن تعيد النظر في مناهجها الدراسية من لدن الروضات إلى الدراسات العليا. عليها أن تعيد النظر لتبني تربيتها على هذه الأسس القويمة التي جاء بها القرآن وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الأمة الآن رضيت لنفسها أن تقبل الدنية وأن تخضع لأعدائها، بينما هي شرها مستطير فيما بينها. وهذا كله كما قلت إنما يرجع إلى فقدان التربية التي تنطوي على هذه التزكية التي جاء بها القرآن الكريم. فلذلك أرجو من جميع الحاضرين في هذا اللقاء الميمون من رجال العلم ورجال الفكر أن يعطوا هذه القضية أهميتها، وأن يعتنوا بإعادة منهج السلف الصالح في الاهتمام بالتزكية والتربية الصحيحة، بحيث يكون التعليم ليس مجرد تنظير وإنما هو تطبيق لما يتعلمه الناس. فنحن سمعنا فيما تلي علينا من القرآن الكريم، سمعنا كيف يوصف الإسلام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو المنهج الصحيح، هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله الحق، بأن تكون الحياة وأن يكون الممات لله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل ما يصدر من الإنسان خالصاً لوجه الله سبحانه، والإسلام التام والانقياد التام لله رب السماوات والأرض.
ولو أخذ المسلمون بهذا وطبقوا هذا الإسلام بهذه التعاليم لما كان هذا الشقاق وهذا الخلاف وهذه الفتنة فيما بينهم. أسأل الله لكم التوفيق، وأدعو الله سبحانه أن يبارك في هذا الحضور، وأن يبارك في هذا البلد وقيادته وجميع أطيافه، وأن يبارك في أمة الإسلام ليكون فيها الخير إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.